أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء مع سلسلة لقاءاتنا في هذا اليوم 21 من مارس، يوم عيد الأم. ويسعدنا أن نرحب بالضيف الكريم الفنان والممثل سالم الهمالي الفرجاني. صباح الخير سالم، أهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم وعلى جميع مستمعينا. أهلا وسهلا بك. أهلا اليوم بك يا سلومة نحتفل بعيد الأم. خلينا ننطلق بكلمة من سالم الهمالي إلى الأم بشكل عام. والله يا حميدة، الأم مهما نقوله مش هنوفوهاك، تمام؟ لكن أنا توا عندي عمل، تبي تسمع بالعود ولا تسمع كذا؟ لا نسمعوهك كلام. بعدين العود نخلوه شوية. تمام. العمل يقول أهدى لكل أم. والله يرحم كل أم صدق وأمان. نقول أمي يا أروع إنسانة، ربي يسعد كل أيامك، كلماتك بالحن رضانا، ما تغيبي في القلب معانا، يلي جنة تحت قدامك. أمي يا أروع إنسانة، ربي يسعد كل أيامك. أمي يا مثلي الكبير ويا أجمل معنى وتعبير، وصيتيني ندير الخير وعلمتي قلبي الصغير بفضل المولى واهتمامك. أمي يا أروع إنسان، ربي يسعد كل أيامك. أمي يا فرحي وضحكاتي، يا نبضة قلبي وحياتي، يا عطف الدنيا وبسماتي، ندعيلك في كل صلاتي، ندعيلك في كل صلاتي، ربي يعلي الفوق مكانك. أمي يا أروع إنسان، ربي يسعد كل أيامك. أمي يا أجمل صورة في خيالي ويا أحلى كلمة في بالي، اسمك عندي غالي غالي، اسمك عندي غالي غالي، يا رحمة من عند العالي، فرض علي احترامك، فرض علي احترامك. أمي يا أروع إنسان، ربي يسعد كل أيامي. ربي يسعد حلو. كل اللهم أمين، ويرحم من رحلت عن هذه آمين يا رب العالمين. الدنيا آمين. سالم، طبعا عندك يعني اهتمامات كثيرة بالفن بشكل عام، في الغناء، في كتابة الكلمات، أيضا في الخط وغيره، في الرسم. شنو وفي الرسم أيضا، شنو أكثر شيء في هذه يستهويك، يعني تحسه قريب منك؟ قريب مني الكلمة، الشعر، الشعر، لأن هي توصل أكثر، بالذات في الطفل. أنت عارف إني تخصصي في الطفل بخبرة 30 سنة في السنة بالطبع. طبعا أنا علاقتي بسالم من قول العام 1985، يعني نعرف سالم الهمالي من 85. طيب ما أعرف يعني الله يسلمك، يعني تقريبا نحكوا على 37 سنة. نعم تمام ما شاء الله. وتعرفت على ضيفي سالم الهمالي وهو يعني شاب صغير موظف في مكتبة، لا في مكتبة قبل حتى ما توظف وتصل إلى هذه السن، يعني طبعا صغير على 16 سنة يعني عمر. بالضبط 16 سنة كنت تعمل في مكتبة فترة مسائية وصبح على أخونا صاحب هذه المكتبة الدكتور صالح أبو هادي، الله يطيب الخير، رجل الفاضل والمحترم. فسالم كان يعمل في تلك المكتبة وكنا من رواد تلك المكتبة، وكان عندنا اهتمامات صح في ذلك الوقت بالقراءة والاطلاع. الحمد لله، يعني كانت علاقة جميلة، وهذه رسخت فينا، هذه رسخت فينا طبعا الحب. طبعا جميل. يعني أنت الكلمات، نعودوا على اهتماماتك، الكلمات هي الأقرب إليك. لي صح. شنو كتبت يعني على باستثناء الأم؟ الأم كتبنا باستثناء الأم. الأم طبعا. عليش كتبت أخرى؟ والله كتبت على الأب، على العمة، على الخالة، عرفت هذين نحس بي، وعلى الجد وعلى الجدة، فهذين طبعا هذين اجتماعيات، اجتماعيات. لكن شنو وين باش نقول لك؟ لكن خايف تقول عاطفيات يعني؟ لا في، لكن ما قلت ولا نحرجوه. لا عادي والله ما عندك مشكله، لكن انا يا احمد في حاجه بس، يعني كنا نغنوا على البات على علم واجد، ما قلنا شيء حق امك وامك وامك، لكن البات والجد والجده والعمه، وحتى تو انت شنو يعني اكيد لا عندك اخت لا يعني ويلة. الوان اخرى يعني قصدينا لازم وديني وعاطفي. لا هذوما في العائله نعطيهم حقهم. باه تمام، هذوما عطيتهم حقهم خلاص، اعطيناهم حقهم. وفي العاطفي سمي ما شئت، يعني ما اطلب كما شن تبي في العاطفي مثلا؟ شو كتبت على العاطفي؟ والله العاطفي ريت وانا ما استحضرنيش لاني ما اتذكرش،
لكن خليها كتاب. طيب ساسترها. وكتبت ايضا يعني في الجانب الديني أو الديني او الاجتماعي. الاجتماعي الاجتماعي يعني اجتماعي حكينا على الام وعلى الاب وعلى الجد. لا الاجتماعي الاخر الحياتي يا رب ظروف الحياه. تو كما تقول سعر الزيت ب 12 حكيت الطماطم خمسة الرز مش عارف كم يعني تو المكرونه بالرز تكلف في 30 40 جنيه. صحيح ولا لا؟ فهذين لازم يعني هذه شنو فلاش للتجار يا ورا وجايين رمضان. كتبت حاجه على الشيء هذا؟ كتبت حاجه حنسمعوا حاجه. يلا نسمعوا. هذه حصريه وخاصه لك والسيد وفاء وطاقم القناه كلها. والله يا حميده اول امس كتبتها. فمعلش يا ممكن ما لحنتهاش. لا لا طويل مش طويله لكن شنو الشعر ناخذوه حواريه. عرفتوا ممكن تعطيني براح تفضل. فالحواريه كانت ما بين الطنجره وشجر الزيت. حوار والطماطم والرز والعمليه هذه تعار مع تو معش تلحق عليها. فالحوار علبه الزيت جت الطنجره قالت لها يا طنجره راح انا ايام زهانه. يا طنجره راح انا ايام زهانه وراح سهارينا صعب ما يلقانا. معش فيه تو ذم فترة تقريبا من أسبوعين الزيت ما يتلاقى مع طنجرة. يا طنجرة راح أنا أيام زهانة وراح نسهرين صعب ما يلقانا يا طنجرة. قالت لي يا زيد شو اللي صار وشن فيه كانهن راقية الأسعار وكانهم معاك مشلت التجار لا عندهم حشمة ولا جعرانة ما يشبعوا شبعت حطب والنار لا يرتوا لا بنهر لا بخزانة الحاصل وخيذة غالبة الدبار خذوا ذنبنا لبطون هم مليانة انت والطماطم حاس كم سمسار حاجب عليكم شوف تجيعانا والدحي ما تحلف الا نيمار لعبنا معه وقصنا ودحانا. فعلا الدحي قصنا قصة شينا. رد زي قالها يا طنجرة من قال اليوم شيشتي بطناش في البقال وزيديها رقادة ريح بات عيال غارق وغاطس ديل عنده دانا ونا بيني وبيني كرهبة موال كلتنا عطاشة ما شرب روانا خطرها وما خطر ايام دليل حوشي حديد مقفلة بيبانة لليوم شكلي مضربة لمتال في نايلو مدفون في جبانة. ردت مرة أخرى طنجرة قالت لها هابا علي مطراية جدت علي قصتي قلاية قلاية هواية قلاية هواية من ضمن الله. هابا علي مطراية جدت علي قصتي قلاية خبر شين لا فيلي وقال هنايا يحكوا عليها شي مو يا لانا لا تريد بمبة غاز لا تعباية لا تريد كثرة دي لا قلبانة زر الطيمة وضرب السهراية عليك تطيب عقاب زمان اللي بالهوى تخدم عليك حكاية ننقالني منها لا زعلانة اسم الله علي صار لي تتكاية والناس كرهوني بكل مانة خسارة فقدنا طعم تتسواية انت غليت وانا بوغثيت جفانة. قبل تقول قالت لها رد الزيت قالت لها راح انا ايام زهاك قريب الله يا طنجرة نسيناك ايام انو كنتي تبوجي بغطاك عالغاز ما كنتي لا سلطانة ايام انو كنتي خايلة محلك ايام انو كنتي فرحت الزعلانة ايام انو كنتي تكرمي بعطاك وايام انو كنتي صاحبة شكرانة عليك وقت يا زينة اللي خلاك في رف مخزن موحشة تركانة غابوا عليك اللي زمان غلاك غيبة الشي السهل في نسيانة سيورك تردي ونار رد معاك ويرد الطماطم في الطبيخ معانا. تفاؤل خير. القافلة تقول لها طنجرة قالت لها راح انا ايام العز ورحنا كما ريحة شوال الرز اللي اليوم سعره للسحاب قفز ما عطلنا فيه لا عجانا اللي قبل كاين في المنابي حز محبوب عنده في القلوب مكانه قصير ويا محلاه كان هبز والله مبوخ سقوته غرقانة يجي في قصاعي تقول رت الكرز دا تقول يجي في قصاعي تقول رت الكرز دار برمته في منطقة كاحيانا مازال له هيبة وما يهتز ومازال حتى الزيت عالي شانه ومازال الطماطم في السلام يدز حزين غير ما تبانش عليك احزانا في تصبر وبالك العون يهز وردوا نفرح وفرحة عويل جزانا رد نفرح وفرحة عويل جزانا يا طنجرة راح انا ايام زهانا وراح نسهرينا صعب ما يلقانا يا طنجرة. هذه حواري طنجرة وزيت هذه طلع لي صار نحن بنقوله بأن الفن بشكل عام نعم. أي كان لونه نوعه ولونه صح. تمثيل رسم غناء كلمات ضروري تكون يعني يعني يكون فن من صميم معاناة الناس ترجمة مكابدتهم لهذه ترجمة لحال طبعا صح. ترجمة لحال لأن يعني الفنان هو يعني في نهاية الأمر هو مواطن يعني واجهة في
في هذا المجتمع ويعاني ما يعانيه الناس، لكن هو بس عنده ربما القدرة عن التعبير عن هذه المعاناة بشكل فني يصل للناس سلاسة. بسرعة وبسلاسة. مزبوط. مزبوط. واللي ذكرته هو خير شاهد على هذه معاناته وهذه سالفته. نعم صح. نعم سيدي. طيب في الجانب الدرامي سالم، نعم ما في شيء جديد مثلا لقدام؟ نحن على أبواب ايام قريبه جدا من والله بالنسبه لي انا اشتغلت عده اعمال مع فنانين، لكن الفتره هذه ما فيش حد كلمني، ولكن ولو حتى اللي نشوف فيه بصدق وامانه ما نجملش انا والله ما نجمل اللي نشوف فيه نص غايب. حتى نتحاور انا والاستاذ علي فلاح والله فرج ابو فخره الله يطيب بالخير، فلما يحكوا على قلت لهم من يوم غابت لجنه اجازه النصوص بصدق وامانه والله العظيم احنا زمان كان عندنا نص كتب الله يرحمه علي جهاني جاء لجنة النصوص تعطل شوية، ليش؟ بحاجة بسيطة هيك مش يطلع شيء جميل. تو لجنة النصوص مش كرهتك والله عداوة فيك، لكن باش يطلع العمل جميل. فلترة براو عليك ما تزعلش لما نقول لك انا هذا شنو هذا يا هذا مش عمل، كيف انت من باش تقيمني وانت من باش تحارب فيا حارب فيا والله ما يبينيش وتقعد العمليه ما تتجه حتى الاتجاه اخرى حتى مثلا الهويه قبل ليش هذا لا ما يبينيش هذا كذا. والله وصلت مرحلة هذه لا في خطر قلت لك انت فالان ما فيش يا اخي. العمل اشتغلت مع ميلود العمروني وفوزي العبيدي وحسين العبيدي مجموعه تلفزيون ولا مسرح؟ تلفزيون. لا تلفزيون اسمه سري. سري اشتغلت فيه هنا دور خليفه، وقبلها اشتغلت مع المرحوم هيثم درباش الله يرحمه ويسامحه. عطيني عقلك فكاهي كله يعني كله جميله حاجات من المجتمع. يعني امور السينما من المجتمع بعيدا عن تدخلات اخرى امور سياسيه ودينيه. لا لا انا ما نحبش نخوض فيهم امور المجتمع. المجتمع دائما حتى بشعري نقول لهم بكوني من الاسلوب هذا قلت مش عارف شنو. لا 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 هذا خلاص تو انا تداولته وهذا تداوله يعني قد يبرم على الشعراء كل واحد شنو قلت في اللي لا ما نقولش انا تو نحكي لي علاش احكي لي على الوضع اللي صاير قصدي المصارف المرتبات الزيادات كهرباء مضي مش عارف شنو صار لك كذا. هذينا في اعمال واجده لكن ما جبتنيش معايا هذين في بعض الخصائص مثلا. نقول لك اعطيك مثال مثلا اللي جاء اليوم شنو اللي مره اخرى ان شاء الله في لقاء اخر يكون فيها هذين من اجل شنو يا احمد من اجل معالجه وليس نقد لكن لا نقد بناء. لما نقول لك يا احمد راهو فيه وفيه وفيه مش معناها انك لا عفوا تعلم من عيوبه. نحن ما تعودناش على تقبل النقد والرأي بالبيت. والرأي الآخر لا بأمانة يعني من البيت وعدي غادي للمدرسة للشارع للأقارب هذا كبير وهذا صغير وما تقلش هنا وعدي وما تكلمش واسكت كل هذه المفردات اللي ربح فكك ساكن كل هذه المفردات نحن للأسف يعني تربينا عليها واصبحت وربينا عليها اولادنا. لما تسمعش للعيل ما تسمعش للبنت وما يقولش رايه يعني في اشياء كثيره نمارس فيها ربما عن غير قصد، لكن هي تخلف لنا جيل ايضا منصاع وجيل خانع للاسف الشديد. طيب لو طلبنا منك تسمعنا شيء هيك اثناء حديثنا معك وهذه الدرجة شو تسمعنا يسأل؟ نسمع البنغازي. يلا نسمع البنغازي. عمل لك ولا كلامي والحن يا نعم تفضل. ما شاء الله عليه سمح
أصحاب الناس اللي فيها سمحة ما شاء الله عليك سمحة بالناس اللي فيها سمحة ما شاء الله عليك سمحة بنغازي يا حميد حلوة بنغازي سالم. أيضا أذكر أنك لك اهتمامات بالطفل نعم. والشباب من نعم. خلال مسرح السنابل نعم. وراديو السنابل نعم. شو تحكي لنا عن هذه التجربة؟ والله تجربة جميلة ونقلة نوعية صدق لي أنا لأني أنا كنت يعني ما فيش مكان نمشي له نين تلاقي صدفة مع الصدر جبل ريبي إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه وفقه فاستطبني قعدنا نجول السنابل في 92 في سينما ليب وتعرفنا على الفنانين وعلى الشعراء والحنين. طبعا جيت عازف عود جيت شاعر استقطبني جاب قال لي خلي العود والشعر لا علي جانب علي جانب بيك انت شخصية ده سمح ونبيك استغنى اول عمل مسرحية الأخوة من تاليف علي جاني الله يرحمه واخراج استاذنا وزيرنا السابق خالد نجم ربي يحفظه وبعدين اشتغلنا مسرحية تماير هنا تماير هنا نعم صندوق تماير هنا وحاجة كيفك والله صندوق الدنيا المهم العنوان لكن جميل هي الفكرة جميلة تأليف السيد محمد العقوري محمد صهبي واخراج أسامة بركة هذه أعمال البداية وبعدين انطلقنا عرفت بعدين جاسد محمود الزردومي شافني في عام خذاني في عمل وكل مره فرج عبد الكريم يشوفني واستمرت فجيت للمنطلق لكن بصدق وامانه يا احمد العمل مع الطفل جميل بك لان مع قاضي السنابل انا اشتغلت في مدارس خاصه اغلب شغلي هذا والعمالي هذين كلهن اشتغلت انا عندي فوق 50 عمل للطفل 50 عمل للطفل تربوي تمام ونكتب يا احمد هذه ما قلتش لك اني نكتب ناب اربع لهجات بالليبي اللهجه الخليجيه خليجيه آه. وبالسوري وباللبناني عرفت فتو عندي اعمال شنو كتبت بالخليجي بالخليجي كتبت سمعك بالخليجي يا سلام عمل الحصري انت في الدنيا نصيبي
في الدنيا نصيبي، انت ربعي وكل ناسي، انت ربعي وكل ناسي، انت تأمر يا حبيبي، انت تأمر يا حبيبي. بس تمكملها؟ لا لا خلاص، لا هي كبلي بيش طيب. نعطي حاجة أخرى. طيب. أنت تأمر يا حبيبي، أنت كتبت باللهجة اللي الخليجية والسورية عندي أمال وغير اللهجات وغيرها من اللهجات. في لهجات، في سوري، في اللبناني، في المصري، في سوري، في اللبناني، في السوري. تقول بكرة بترجع لا 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 محمد، راح ترجع يا شام رغم الحزن والهم، وراح ترجع الأحلى أيام يا شامنا يا أم، وبحضنها ابن التم راح ترجعي يا شام، راح ترجعي ويرجع صلاح الدين، راح ترجعي وتنسي ألم وأنين، راح ترجعي تعيشي الفرح سنين، راح ترجعي والعمر ما بيهم، راح ترجعي يا شام، راح ترجعي ويرجع هدير أنهارك، وراح ترجعي ترجع تفوح أزهارك، وراح ترجعي يرجع يطيب مزارك، راح ترجعي والخير فيك يا عم، راح ترجعي يا شام رغم الحزن والهم، راح ترجع راح ترجعي بقلوب ود وصافية، وراح ترجعي لحضنك حنوني ودافية، وراح ترجعي يا شامنا يا وافية، وراح ترجعي والهم، وراح ترجعي يا شامنا يا وافية، وراح ترجعي ينزاح كل الهم وينزاح كل الغم، راح ترجعي يا شامنا ورغم الحزن والهم. الله، ولاحظت حتى التدكين على الكلام والمفردات باش يطلع اللهجة السورية. زي مثلا يقول بكرة بترجع يا لبنان أحلى من الأول بكتير، هذه اللبنانية. بكرة بترجع يا لبنان أحلى من الأول بكتير، وبكرة بعود الأمان على أرضك ويعم الخير، ولك بكرة بترجع يا لبنان. نقول مصر أم الدنيا والكل يحبها، مصر أم الدنيا والكل يحبها، مصر حاجة تانية وبعظمة شعبها، مصر أم الدنيا. مصر يا أرض الحضارة، ومصر يا أرض الكنانة، مصر يا أرض الحضارة، مصر يا أرض الكنانة، مصر يا شعلة ومنارة، مصر يا اسم ومكانة، مصر مصر يا بني مصر يا جود وكرم، مصر يا جود وكرم، مصر يا نصر وعبور، مصر يا بني الهرم، مصر يا كل العصور، مصر أم الدنيا. حلو. ففي يعني واحد قال لي مازال السوداني والتونسي. هذا بنصرك عليه أنا. السوداني صعب، السوداني ها؟ هو مش صعب، مازلنا بس ما حصل. أنا عشني يا حميدة اللي تخليك تدي شيء هذا اطلاعي. أنا في بداية حلة الفيس كانت الياهو ملياهو، فكنت أتواصل حشي غالي علي ولحنت ونقرأ ونكتب، وانتراسلت مع حتى محمد راشد المكتوم، صدق انتراسلنا وياه. لكن فترة في البداية هيك، بعدها خلاص ما عادش فيه تواصل، ممكن بتغير، لكن كان في كان يقول فيه أشعار، وحشيت الشعر الليبي على البل وعلى الخيل، وحشيت أمرا والله حتى والله أهل الشعر. فشنو قعدت نطلع ونخش على المجلات اللي عرف اليقظة من مرأة الأم، هذين كان فيه قصائد خليجية، فخذيت اللكنة، خذيت الوزن، بعد شفت لقيت الإضافة تو الدنيا مو فتح خلاص تو ما في تو تحط على قناة تجيب سمو فيه الشعراء متاعهم، هذوما تسمع القناة اللي طبعا. فيها البل تجري، هذه عرفها الواحة اللي فيها البل تجري، هذه حط عليه تسمع الشعر نين ترتوى كلام جميل وكلام صحيح. تأخذ منهم شنو بعض المردفات كذا حاجات، مثلا في كلمة قفيتها صعبة تجيك تسمعها منين نكتب عليها تأمل كويس، يعني عندك اهتمامات كثيرة. المام سمو فيها، وأيضا الفن التشكيلي يا الرسم والخط. قبل نعدي حنخط لك حاجه ان شاء الله للقناه ان شاء الله. ان شاء الله ايضا عندك اهتمامات يعني وسائل ذخيره، اللون الرسم اللي تحبه يعني تجريدي الرسم لا ديما هو طبيعي العادي جدا جدا ما فيش العاديه جدا يعني عرفت الرسمه تكون في طبيعه ما فيش لاني ننقل فيه للطفل نعلم فيه الطفل الطفل ما تعلمش من الصعب علمه من السهل تدريجيا كيف يكون مثلا البرواز كيف يبدا الابعاد كيف جغرافيه الرسمه عرفت بدايه بس الرسم ما عنديش واجد المامي لكن الخط اكثر حاجه حتى في المدارس في الحصه نقول لهم راي حصه موسيقى حصه نشاط مسرح حتى المسرح نكتب للطفل كتابه اعمال كويس تو نحن في الختام نعم. ومره اخرى نطلب منك سالم بما ان نحن اليوم نحيي عيد الام اذا كان عندك عمل تسمع لنا خاص نسمعوا عيد الام تمام لا نسمعوا هذا اللي قلناه بدري على الأم نعم بالعود
كده جزء 100. سالم نختموا بها اللقاء. تفضل. مننا ولا منك؟ منك انت. من بيسمحها منك؟ انا جدنا في البرنامج. لا ما هو بيسمحها منك. شكرا استاذ احمد، شكرا استاذ وفاء. والله تمنيت يكون اطول الوقت باش نسمعوا ونسمعوكم يعني ونسمعوا منكم حتى انتم. بارك الله فيكم على مجهوداتكم، ونتمنى تمنى استاذ احمد يكون فيه اهتمام بالطفل في مدينه بنغازي. المسارح مقفلة، والله بصدق المسارح مقفلة، وأيضا في المدارس يا ريتكم تهتموا بالطفل، لأن في مسابقات توا يا أحمد، المغني الصغير، الممثل الصغير، الكاتب الصغير كذا، لكن بعد تكمل وإني عدي العيل لقيت في مكانه فروض فيه من يهتم به، تهتمونا بالطفل. راهو الطفل في بداية مرحلة الضياع، ما نكذبش عليك يا أحمد، لازم الطفل أهم حاجة. كان تبي الدولة تقيم هو الأساس، هو الأساس بصدق، ما من غير مجاملة. الأول الطفل، راه الطفل بادي في اللعبة. أنا عندي عمل على اللعبة، على الألعاب، وني ممكن سمعك منه جزء كذي يقول لي مش أي لعبة تلعبها لازم تختار المفيدة، عندك كم لعبة جربها كيف ألعاب زمان عديدة. فيه الطق وفيه الزغادي، صياد السمك ونقيزة والوابيس وحادي بادي وسكنبيل وحتى سيزا. تمام. فيه البطش مع الطقيرة والرابح لم تصويرة والهمبر بدات صغيرة محلاها وتكون جديدة، مش أي لعبة تلعب. قالت هذين ألعابي وتراثي، أجمل ما في ذكرياتي، ما ننساهم طول حياتي، نعلمهن لوليدي وليدي، مش أي لعبة تلعب. تو اللعب بالبلايستيشن واسمها ولا اختلف طبعا كل جيل، لكن ضاعوا حتى في النظر. تو تعال شوف العيال كلهم مشاكل بالنظر، ليش ماسك هذا البوجي ولا حاجات هذه. فهذه اهم حاجه في كل لقاء نقول لهم يا جماعه اهتموا بالطفل. والله يا احمد صدق وامان، وبارك الله فيكم ومشكورين. شكرا لك، منيت يكون الوقت اطول. معلش نحن طبعا انت عارف برنامج صباحي ومنوع، ويعني في فقرات متعدده وحوارات. نعم. وانا عارف ان عندك الكثير اللي تقوله، لكن ان شاء الله في فرص قادمه. كل شغيمه بلد الريق صح، كل شغيمه خلينا نقول باللي بيننا يوم شغيمه واثنين الاخر اللي بعد حتى في رمضان عادي، ما عندك مشكله. والله ما هي يا سيدي، ان شاء الله ديما في الليل بس، والله بما فيها جغمه وما جغمه ماشي يا سيدي. نور حميدة ديما طيب، إن شاء الله بارك الله فيك مالي على حضورك وعلى تشريفك لنا، وإن شاء الله نتلاقوا في مناسبة أخرى. شكرا، كل سنة طيبين إن شاء الله. مع السلامة.